حاجات حاجات كده ايوه بردت. يعني زي ما تقول حرب مثلا بين مرش. هو هحاول يبقى يظهر ده بتهيألي كان نوع من انواع الجهاد ولا ايه؟ ما اعرفش. عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه؟ هو نوع من مجاهدة الذات يعني. انا شايفك انت هتبقى عنصر قلق في المنظومة بتاعته. ممكن جدا لاني انا مش لا هبقى تحت طوعه وقال طيب. ولا عملت المحضر يا مربت. اوكي مصير المحضر ايه؟ راح النيابة؟ المحضر راح النيابة. انا هقول كم محضر عملتيهم؟ عملت بتاع 5 عرفت اتوصل الى 3 اللي هم الاولانيين. وكل ارقامهم؟ ما هقول لحضرتك حاجة. اول واحد اللي هو السب ولا لا حولوه اداري. يبقى بعد اداري اوكي. اللي انا عملته بعد كده كان جنائي. اللي هو ايه بقى؟ ولا جنحة اللي هو البواب زقني ورحت متعوره. يعني ولا طلبوا مني مثلا تقرير طبي ولا جم شافوا حاجه. فالتاني يوم رحت بقول يا جماعه انا فين الناس؟ فبقول للظابط طب حضرتك مش المفروض تعملوا كده؟ قال لي احنا دلوقتي بالليل. قلت له يعني المفروض ان انا استنى ان انا اتقفل او اتضرب علشان تيجوا تاني يوم يعني ولا اعمل ايه؟ فبدات اتضايق وبدات احس حاجه مش عاجباني لاني مره البواب هددني بالقتل قدام شخص اللي هو كان عايش في السعوديه اللي هو الوحيد اللي انا بقول لك شاهد معاكي؟ عايزه اقول لحضرتك ان في الاول قال لي اوكي وبعد شويه لقيته رد فعله البواب هددك بالقتل قال لك ايه؟ قدام اللي هو استاذ حمدي اللي هو كان المفروض رئيس مجلس الاداره حاول اتكلم معاهم حتى هو جالي قال لي مدام انا اسف انا مش عارف حتى اتصرف معاهم. ف البواب هددك بالقتل قال لك ايه؟ عايز اللفظ اللي صار. هو كان بيتكلم مع استاذ حمدي ده اللي هو ساكن معانا بيظهر ضايقه فاستاذ حمدي زعق له وندهني. كنت وقتها لسه بشطب في شقتي فندهني قال لي مدام مرفت اعملي زي ما انت عايزه في البواب ده في البواب لاني فعلا لازم امشي. فالبواب قال له ولو مشيت هموتها لكم لو مشيتوني هموتها لكم عليا قدامي قدام عمالي بقى في شهود عمالي بقى يعني عمالي. عملت المحضر دي كده رحت عملت المحضر ده انا شفتوش. ما شفتوش ما خدتش مش لاقياه مش لاقياه لغايه دلوقتي خالص. ده قسم شرطه ايه؟ اول مدينه نصر القاهره الجديده. اول القاهره الجديده اسم اول قاهره قسم جديدة. شرطه اول القاهره الجديده عملت المحضر هناك. طيب المحضرين بقى التانيين اتحولوا اللي هو بتاع البواب اللي هو لما عورني وقعني زقني فوق فسندت كده البواب برضه. ايوه ده قبل القتل بقى حضرتك. فرحت عملت المحضر ده. المحضر ده المفروض كان جنحه. لما رحت اسال عليه قالوا لي لا ده تحول اداري برضه. فقلت طب يا جماعه واخد رقم تاني نفس رقم الاولاني وهو المفروض كانوا يديني رقم لي لوحده. رحت ادور على التقرير المحضر ده في النيابه لقيت المحضر نفس القصه بس مش باسمي يعني باسم حد تاني. الله. مش بواب بقى يعني رقم المحضر اللي معايا ما كانش معاكي محامي خالص؟ لا كان الى الان ما حدش يعني المحاضر كلها غير جاده ما فيش ولا محضر فيهم خد حقه وتحول للنيابه. هو الاخير بقى اللي هو الاخير انا صممت لما رموك بالبازات والسيراميك واقتحام الشقه ده صممت حضرتك ان انا اروح ما امشيش من الاسم الا ما اخده. وطلعت للمامور ورئيس المباحث وقلت لهم انك مصريه ومعاك الجنسيه الايطاليه. قلت لهم انا عايزه اخد لاني عايزه اخد التقرير ده. هل لجأت للسفاره الايطاليه ده ولا ما اتصرفتيش؟ لا انا عايزه اقول لك حاجه. انا في الاول كنت بتعامل عاديه جدا كاي مواطنه مصريه عاديه. لقيت المواضيع مش مفهومه. حتى البواب لما اخذوه يوم ما تعرض لي اخذوه نص ساعه تقريبا ورجعوا البيت البوليس. وبعدين فلقيت الامور يعني فيها مش عجباني شويه كمواطنه مصريه ما اعرفش بقى. وبعدين صرفت كمواطنه ايطاليه؟ لا انا لسه الى الان ما صرفتش كمواطنه ايطاليه يعني ما طلعتيش السفاره الايطاليه على التطورات دي خالص لسه الى الان. فلما رحت عملت المحضر الاخراني صممت ان انا اخده معايا اخد صوره منه. فقالوا لي كان يوم خميس لان انا يوم حصل اللي حصل ده كان يوم اربع. وانا طبعا كنت معانا منهكه فما قدرتش اروح القسم بالليل
قلت الصبح، لان طبعا انا لما حصل لي القصه دي انا كلمت حد من صحابي قلت لهم تعالوا، اصحابي امرهم لسه البيت جديد ما حدش يعرف عنواني، فتاخروا عليا لانهم مش عارفين العنوان، وهدوني وقالوا لي لا خليها بكره الصبح. حتى لقيت تاني يوم الصبح وانا خارجه صحيت حوالي 8:30 كنت بره الباب، لقيت الاستاذ مسعود اللي هو مدير مكتبه كان موجود برضو قبلها اليوم الخناقه، فلقيته قاعد ساعتها. انا قلت له حضرتك بايت هنا يعني مش فاهمه يعني، واقف قدام بابي. فقلت له انا رايحه اعمل واحده، فقال لي نتكلم يا بنتي، وحاول يتكلم الراجل ده. انا اول ما اتكلم افتكرته راجل عادي ماشي في الشارع، مع اني ما فيش حد بيمشي اصلا في الشارع. فبقول له حضرتك خلاص انا عرفت انك تبع الناس دي، فانا مش هقدر انا اسفه اتكلم معاك. ورحت عملت المحضر. طب ميرفت ايه المحضر ماشي دلوقتي داخل النيابه؟ المحضر المفروض ان انا النيابه استدعتك؟ انا رحت النيابه الناس يا حضرتك. انا ما سبتش المحضر. اقوالك هل استدعوا المرشد لغايه دلوقتي؟ لا، ما دعاك. راحوا كل مره يقولوا مش موجود. هو عايز اقول لحضرتك ان هو ما بيقعدش دلوقتي في البيت. ما بيقعدش في البيت؟ لا، والعربيات مش موجوده غير. طب يعني انت دلوقتي قاعده مرتاحه؟ لا بعد انا محضر النيابه؟ لا انا هقول لحضرتك انا كلمت امن الدوله. كويس. يعني امن الدوله لما جم هو بدا ما يبقاش هناك. طيب. دائما هناك الدوله. كويس. يعني دلوقتي تنعمين بالسلام والهدوء. الحمد لله. الى ان في اللي هو البواب الاستاذ بواب بي اللي هو الو المدام هنا، المدام برا، المدام بتاكل ايه النهارده كده. مربات الفقره خلصت، وارجو ان حضرتك كمان تخلص على خير وتحافظي على نفسك وعلى بنتك. و ما انا عايزه اقول لحضرتك انا مش كل الناس بالوضع اللي شفتيه ده، ناس كثيره جدا بتحافظ على جيرانها وناس محترمه، واعرفي بنتك ده لكن بس ان انت دلوقتي ارجو ان يكون الكلام بتاعها ده محمد نهدي عاكف مرشد اخوان المسلمين يكون عنده رد عليه، يعني لان ده كلام في منتهى الخطوره. هذا الرجل يتحدث عن الاسلام ويتحدث عن الاسلام هو الحل، وقال الله وقال رسوله كل شيء طيب جدا، والنبي وصى على سابع جار، ودي يعني جاره تحت منه. شفت الاهوال منه مظبوط؟ بس عايزه اقول لحضرتك يعني انا معلش انا مش هاسكت خالص الا ما اخد حق بنتي وحقي، يعني حق بنتي الاول وحقي ادبيا معنويا ولا حاجه، وصحيا لان انا صحتي راحت. هتعمل قضيه ماشيه غلط، تطلب تعويضات وكل حاجه مش كده؟ طيب احنا نتابع معاك هذه القضيه. بنشكرك على هذه المعلومات والايضاحات.